اجي السلام عليكم. طيب يا ناس، ده الفيديو الثالث. شير 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 شير. اول حاجه تحيه لقواتنا المسلحه وخصوصا نسور الجو، ربنا يحفظكم ويسدد رميكم ويربط على قلوبكم ويؤيدكم بنصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. اليوم طيران الحرب شن غارات جويه مكثفه استهدفت مناطق تجمع وتمركز ميليشيات الدقلو الارهابيه. احسبوا معايا الله. نمره واحد، الضعين، نيالا، الجنينه، كتم، مليط، الفاشر، زالنجي، نجي، الخرطوم. الخرطوم عموما كده شرق النيل، بحري، حلة كوكو، الكدرو، مصفى الجيلي، وسط الخرطوم المقرن، جنوب الخرطوم، الكلاكلات، عموما كده الخرطوم. الطيران الحربي يشن غارات جوية مكثفة ودق بالملي يا اخي، دقوهم دق العيش ورب الكعبة. الفيديوهات تشفي الصدور، اقسم بالله العلي العظيم تشفي الصدور. نمرة اثنين، الطيران الحربي برضو شن غارات جوية في مصنع السكر وفي سنار وفي ولاية الجزيرة عموما وداخل مدني. الطيران الحربي في وسط مدني في السوق الكبير وعند الصينية المركزي مدني. الطيران الحربي شن غارات جوية دقاهم دق العيش. نمرة ثلاثة او اربعة او مية ذاته، رفاعة، الحصحيصة، القوات المسلحة، سلاحنا الجوي يشن غارات جوية لمناطق تمركز ميليشيات الدعم السريع ويستهدف برضو مخازن للذخيرة والسلاح. وأسأل الله ربنا ينصركم يا أخي. الطيران الحربي للمرة الثالثة يدبل ويشن غارات جوية في جبل أولية وفي صالحة وفي غرب الحارات دار السلام وفي قندهار وفي سوق ليبيا. القوات المسلحة متقدمة و بنشوف الكنا بنطالب به القوات المسلحه. يا اخي والله ما منتظرين الهاشتاج بتاعنا اللي كنا بننشره كل يوم الساعه 5 و6 صباحا، قوم افجخ دعامي. لا ما في الان، بنقول سدد الله، سدد الله الرمي وثبت الاقدام. يا اخي من شده ما الواحد مبسوط بالانتصارات والفيديوهات الواصلانة ومتواصلين مع قواتنا المسلحه ومع القوات المشتركه للتقدمات والانتصارات. والله الواحد من شده ما مبسوط وسعيد، اقسم بالله داير يطلع كل دقيقه في فيديو. ربنا ينصركم ويسدد رميكم قريبا قريب المنطقة اكس، كل الولاية بإذن الله، والمنطقة اكس تحديدا نظيفة وخالية من تمرد وخالية من الأرزاقية. ومبشر الشعب السوداني والله وتالله في حاجات منعونا نتكلم عنها، لكن قريبا منطقة بالكامل وولاية وفرقة بالكامل، وكل باقي الفرق والولايات بإذن الله حتصبح يد القوات. يا جماعة من شدة ما مبسوط بخبر جرين شطة ده، والله ورب الكعبة ده اطلع 50 فيديو 50 فيديو والليلة في لايف. والله يا جنجوي تبكوا بس الليلة، بيك بس غير بكاكم، أنا ما داري أي حاجة ثاني. جرين شطة، السودان ما حق أبوك يا زول، السودان ده حق السودانيين يا أخي. اتعاليت واتكبرت واتجبرت وقليت أدبك وافتريت على الناس، والله مصير كل معتدي على الدولة السودانية الهلاك. قلنا لك احترموا نفسكم وأرجعوا واستسلموا أبيتوا، لكن يا ود الضيف الليلة تشوف كلام اللي كنا بنقوله، لكنه الدعم السريع على باطل والقوات المسلحة على حق والشعب السوداني على حق، تشوفه في الغبر. حتسأل اليوم يا جرين شطة عن الإجرام اللي كنت بتقوم به والهلع والموت للمواطن السوداني. والله خبرك ورب الكعبة أحسن، عندي أنا أحسن من حميتي. أنا مبسوط أكثر من موت حميتي، شفت حميتي ذاته بتاعكم أبوكم والإله بتاعكم اللي بتعبدوا ده، أنا عندي موتك أنت أحسن من حميتي. لانه حميرتي كيسه فاضي، ما كان بيتطاول وبيقيل في عدو وبيقتل المواطنين انت. والله مبسوطين بسطه، مبسوطين شديد يا زول. لما حلقت عيني حلقت شعري يا زول، مبسوط والله، والله العظيم حاسس بانه انا بقيت كويس ورب الكعبه. تحيه للقوات المشتركه والقوات المسلحه في الفرقه الساته، تحيه للشعب السوداني المتواجد في الفاجر. يا اخي اسال الله ربنا ينصركم ويسدد رميكم ويربط على قلوبكم زي لون عين جزائري يا اخ. شالت اولاد الكلاب، شالت الملاقيط. تحيه لكم يا جيش، ربنا يحفظكم يا اخ. وده الكلام اللي كنا بنقوله يا جماعه، نحن منتصرين في المعركه دي، رجاله كده قنقر كده منتصرين. كملنا القيادات وان شاء الله بعد نقبل على الملاقيط. وفضل المتعاونين، عملوا حسابكم وشيلوا شيلتكم، الجايكم شين. ده جابوه من جابوه من الخرطوم زي ما قلت لكم، لانه ده أبناء قبيلة ودي معلومات ناس كتار ما عارفين.
ابناء قبيله الفلاته اللي قاعدين في دامس هم بيشكلوا كميه كبيره جدا، يعني هم اغلبيه كميه، يعني كميه كبيره تقريبا نمره ثلاثه بعد ابناء الزيقات بيجي ابناء المسيريه، بعد ذاك هم ابناء الفلاته نمره ثلاثه من حيث العدد في دامس السري، وبيمثلهم كرينشتا ده هو قائد لابناء الفلاته كي شنو في داخل دعم السري. فقالوا له يا اخي انت تعال بناسك ادخل لنا الفاشر المره دي، جربنا من المسيريه جغموم لك جغمنا دي، جربنا من المهريه بقياده داك منول انجغم داك الياغو جوا لك انجرب الفاشر جر نظيف. قالوا انتوا تعال جربوا هزكم، والله ديل كمان جرون جر. عشان كده قلت لك انتوا في حته لو ركزتوا فيها، انا قلت لك الناس دي لما ودوهم المليت حتى الجرحى كلهم راد منهم في شنو؟ الجرحى راد منهم في 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 دفارات يعني. وده بي ده 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 بديك ده بديك ده بديك خلاصه الموضوع انه يا اخي نازل ما كانوا حريصين على حياه الجرحى، ما كانوا حريصين على حياه الجرحى اللي انجرها ولمس في الفاش، شالوه في دفارات. وده برضه بيشكل خطر كبير من حيث الالاغه ومن حيث استمراريه ابناء الفلاته داخل شنو؟ دعم السري. دي معلومات الناس ما عارفينها. يعني لما الناس ذي امس، وانا قلت لكم اي قائد لما يتقدم يخش المعركه بالذات الفاش، اي قائد لما يخش يجي بناسه. جرينشفت ده زي ما قلت لكم هو بيمثل ابناء الفلاته في الدعم السري. لما جابوه من الخرطوم جابوه معه ابنائه، جابوه معه ناسه جنوده. فاهمين القصه زي الناس؟ جنود جابوهم من الخرطوم ولقتوهم من جنوب كردو اي جنوب دارفور والى اخر ابناء الفلاته بقياده جرينشتا والدوم الفاشي، قالوا لهم انتوا تقدموا الصفوف المره دي. توالي دخلوهم وجغموهم جغم نذيب مشتركه لاي سبعة ثمانية. امة المشتركه الفنانه قالت امة المشتركه ما تقدر لها. جغموهم جغموا قائدهم جرحوا اكثر من 550 650 حسب المعلومات اللي جاتنا من الليتو من الحتات. اذا الجرحى ديل والخطوره وين في الموضوع؟ جرحى بتاعت الدعم السري، الجرحى بتاعت الدعم السري اللي انجرحوا امس في الدعم السري اي في الفاشر، ما شالوهم بطريقه ما انقذوهم بطريقه سليمه. شالوهم كبهم في شنو؟ كبهم في دفارات ودوهم مليت في 90% من الناس دي ماتت. ان هنغوا كده بعادهم وشنو واحدين العصر ويضاعوا والنظيف الكثير والكلام ده نازل توالي شنو انجغم وجغم نظيف. وده قلت لكم بكون في خلافات كبيره جدا داخل دعم السري ما بين ابناء الفلاته اللي انجغموا اول امس في الفاشل بقائدهم جرينشتا الى اخره، وجزء منهم اكثر من 500 600 كانوا جرحى. سيبك من ماتوا في الفاشل، سيبك من الانجغم في الفاشل. انا والله شباب اعتبروني زول مفتري عادي، والله هو من حقي جغم الحاصل من المشتركه من حقين شويه ذاته نقه مستفز ومفتري ذاته. ما اقدر اتكلم في الجنود تحت الدعم السريع اللي انجغموا امس الفاشل. ما عندي زمن هوي، ما في زمن، نو تايم. ما اقدر اتكلم في الجنود والله. جنود انتوا وراكم فتشوا هتات ثانيه فتشوفوا التفاصيل. انا بتكلم لك في الكبار بس. في الكبار بديكم كبير كبير. بتكلم في الكبار وبديكم كبير كبير، ما بديكم صغير. عشان كده ده شكل لهم مشكلة كبيرة جدا مستقبليا في دعم داخل دعم السري. وفي بعض التفاصيل جاتنا من مليت انه في كمية في اكثر من سبعة ولا تم، عشان ما في ناس بيزيدوا العدد وبيكبروا، انا بديكم تفاصيل زي ما هي زول ما تم. في اكثر من سبعة ولا ثمانية عربية تابعة للدعم السري لابناء الفلاتة رجعوا توالي امس الليلة السبت تقريبا او امس بالليل. ده الرجل قالوا ان احنا والله الشيء اللي عملته ده استفزيتونا وقتلتوا قائدنا وقتلتوا جرحانا والى اخره، ما ممكن نستمر. توالي قاموا رجعوا. وين قاموا رجعوا؟ في مقولات تقول انه نازل رجعوا على جنوب دارفور ومشوا لارضهم وارضهم وحتات ديك، مشوا لحواكير هناك تلس والكلام. سبع عربات ولا ثمانية عربات ما كثير. ديل الناس الامس اللي ودي ما عجبهم قاموا يتخرجوا من ابناء الفلاته بعد قتل شنو؟ بعد قتل جرينشتا. وزي ما قلت لكم هو ممثل ابناء الفلاته اي بالاحرى يعني قائد ابناء الفلاته داخل دعم السري. اذا ده بياكد لك انه ابناء المهريه ضحوا بشنو؟ ضحوا بابناء الفلاته امس. شغله زي ما شغله عشان الناس تفهمها زي ما هي. موضوع عشان تعرفوا انه يا اخي في اضطهاد وفي عنصريه جوه الدعم السري بصوره واضحه.
جابوا لما جابوا جرين شتا ما جابوا ما هو ابناء محريه وابناء محاميد وابناء قبائل العربيه لا نو جرين شتا ده قدموا بس مع ابناء الفلات عشان الناس تعرف انه ناس ديل دارين يدحبون ودحبون بالفعل يعني انتحوا منه وفي كلام وفي كلام داير الكلام ده دا قاعد يتقال ونحن قلنا لكم عندنا ناس جوا دعم السري ولا نكذب كلامنا بالواده ولا بالدس عندنا ناس داسينهم جوا عندنا تفاصيل تجينا من جوا الدعم السري من جوا غرف الدعم السري